برحب بحضراتكم مشاهدينا في حلقة جديدة من نبض الكرازة في ميعادنا الأسبوعي اللي بيتجدد مع حضراتكم كل يوم خميس في تمام 9 مساء بتوقيت القاهرة. حالا هبدأ مع حضراتكم بأهم عناوين. رسامة 10 أسقف جدد بيد قداسة البابا. الكنيسة القبطية تهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتخاب الشعب لفخامته. كنائس زويلة تحتفل بعيد دخول السيد المسيح أرض مصر. برحب بحضراتكم مشاهدينا في تفاصيل أخبارنا، واللي هنبدأها مع حضراتكم بخبر عن إن قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية رأس صلاة عشية رسامة 10 أسقف جدد لأديرة وإبرشيات وقطاعات داخل مصر وخارجها، وده كان يوم السبت اللي فات بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة 98 من الآباء المطرنة والأسقفة ووكيلين البطريركية بالقاهرة وإسكندرية وعدد من الرهبان. متابع. صلى قداسة البابا تودروس الثاني مساء يوم السبت الماضي عشية قداس رسامة 10 من الآباء الأسقف الجدد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة 98 من الآباء المطرنة والأسقفة ووكيلي البطريركية بالقاهرة والإسكندرية ومجمعي رهبان دايري القديس الأنبا بخوميوس بجبل إدفو والقديس يحنس القصير بطريق العالمين ومجامع كهنة وشعب الإبراشيات اللي ترسم لهم الآباء الأسقف الجدد، وهم الراهب القنبوس أرسانيوس البخومي أسقفا ورئيسا لدير القديس الأنبا بخوميوس بجبل إدفو في أسوان باسم نيافة الحبر الجليل الأنبا أرسانيوس، والراهب القنبوس ديسكوروس البراموسي أسقفا ورئيسا لدير القديس يحنس القصير بطريق العالمين باسم نيافة الحبر الجليل الأنبا ديسكوروس، والراهب القنبوس إسيزوروس الأنبا بشوي أسقفا لإبراشية أسوان باسم نيافة الحبر الجليل الأنبا بشوي، والراهب القمص يعقوب الأنطوني أسقفا لإبراشية بني مزار والبهنسة باسم نيافة الحبر الجليل الأنبا إنيانوس، والراهب القمص في لوباتير السنائي أسقفا لإبراشية شبين الأناطر باسم نيافة الحبر الجليل الأنبا نوفير، والراهب القمص بسنتي الأنبا بشوي أسقفا لإبراشية أبنوب والفتح باسم نيافة الحبر الجليل الأنبا بسنتي، والراهب القمص إبيفانيوس المحرقي أسقفا العام لإبراشية المحلة الكبرى باسم نيافة حبر الجليل الأنبا إغناطيوس، والراهب القمص توماس التوماسي أسقفا عاما مساعدا لنيافة الحبر الجليل الأنبا ساويروس أسقف دايري الأنبا توماس وماري بؤتر باسم نيافة الحبر الجليل الأنبا توماس، والراهب القمص أرشيليدس الأنطوني أسقفا عاما بمقر الرئاسة الكنسية في تورونتو بكندا باسم نيافة الحبر الجليل الأنبا أرشيليدس، والراهب القمص جبرائيل الأنبا بولا أسقفا عاما بمقر الرئاسة الكنسية في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية باسم نيافة الحبر الجليل الأنبا جبرائيل. قداسة البابا تودروس الثاني صلى يوم الحد اللي فات قداس رسامة 10 من الأسقفة الجدد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة أكثر من 100 من الآباء المطرنة والأسقفة ووكيلين البطريركية بالقاهرة واسكندرية ومجمع رهبان درين القديس الأنبا بخوميوس بحجر إدفو والقديس يحنس القصير بطريق العالمين ومجامع كهنة وشعب إبرشيات الأسقفة الجدد. نتابع. يا كل الصفوف السماء يا
ترأس قداسة البوابطة ودروس الثاني صباح يوم الحد الماضي صلوات قداس رسامة 10 من الآباء الأساقفة الجدد في كاتدرائية ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشاركوا أكثر من 100 من الآباء المطرنة والأساقفة ووكيل البطريركية بالقاهرة والإسكندرية، ومجمع رهبان دير القديس الأنبا بخوميوس بجبل إدفو ودير القديس يحنس القصير بطريق العالمين، ومجامع كهنة وشعب إبراشيات الأساقفة الجدد. بعد قراية الإبراقسيس ودورة القيامة داخل الهيكل، دخل موكب الأباء المرشحين للرسامة لداخل الكنيسة بيتقدمهم خرس الشمامسة في أجواء مفرحة. وجه قداسة البابا في عزة القداس رسالة خاصة لكل أسقف من الأساقفة الجدد، وقدم ثلاث نصايح عامة ليهم، وهي التركيز على الدور الرعوي أولا وأخيرا، والاهتمام بالمشروعات اللي بتقدم خدمة حقيقية للإنسان، والانتباه إن كل إبراشية جزء من الكرازة المرؤوسية. وأثناء صلوات القداس اتقدم الأباء المطرنة والأساقفة ووضعوا إيديهم على الأباء الجدد، وبعدها بدأ قداسة البابا طقس المناداة باسم الثالوث القدوس لكل واحد من الرهبان باسمه الأسقفي الجديد. وبعد القداس سلم قداسة البابا عصر رعاية للأباء الجدد وسط فرحة غامرة من الشعب الحاضر. وبرسامة الأباء الأساقفة العشرة يصل عدد أعضاء المجمع المقدس ل 138 عضو، بما فيهم قداسة البابا رئيس المجمع ووكيل البطريركية بالقاهرة والإسكندرية. كامل يوسف، سي تي في. الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تودروس الثاني هنت فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى انتخاب الشعب لفخامته وتوليه مهام المنصب الرفيع. الكنيسة قالت في بيان ليها أنها بتشكر الرئيس السيسي على اللي قدمه وبيقدمه من إنجازات لرفعة مصر والمصريين، وأكدت أنها بتصلي لربنا عشان ينعم عليه بالصحة والتوفيق لخير أبناء البلاد كلهم. قداسة البابا تودروس الثاني قابل في المقر الباباوي بالقاهرة يوم الحد اللي فات نيافة الحبر الجليل الأنبا سرافيم أسقف إبرشية أوهايو ومتشيجن وإنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية، واللي ناقش مع قداسة البابا عدد من الملفات الرعوية الخاصة بالإبرشية. قداسة البابا قابل كمان نيافة الحبر الجليل الأنبا لوقا أسقف إبرشية جنوب فرنسا والقطاع الفرنسي من سويسرا، واللي طلب مشورة قداسة البابا في بعض الموضوعات الخدمية الخاصة بالإبرشية. قداسة البابا تودروس الثاني استقبل يوم الحد اللي فات في المقر الباباوي بالقاهرة نيافة الحبر الجليل الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما عشان ياخد مشورة قداسة البابا بخصوص عدد من الموضوعات الخدمية هناك. قداسة البابا تودروس الثاني قابل نيافة الحبر الجليل الأنبا يوسف أسقف بوليفيا يوم الحد اللي فات في المقر الباباوي بالقاهرة، وناقش نيافته مع قداسة البابا عدد من الملفات الخاصة بالخدمة في إبرشيته. قداسة البابا برضو قابل في المقر الباباوي بالقاهرة يوم الاثنين اللي فات نيافة الحبر الجليل الأنبا مينا أسقف إبرشية ميسيساجا وفانكوفر وغرب كندا، وتم خلال اللقاء بحث عدد من الأمور الخاصة بالخدمة في الإبرشية. قداسة البابا تودروس الثاني قابل في المقر الباباوي بالقاهرة يوم الاثنين اللي فات نيافة الحبر الجليل الأنبا قراص أسقف إبرشية بنسلفانيا وديلاوير وميريلاند وويست فيرجينيا، واللي ناقش مع قداسته موضوعات رعوية تخص الخدمة في الإبرشية. قداسة البابا قابل كمان في المقر الباباوي بالقاهرة يوم الاثنين اللي فات نيافة الحبر الجليل الأنبا أرساني أسقف هولندا، واللي عرض على قداسته بعض الملفات الرعوية الخاصة بالإبرشية.
قداسة البابا تودروس الثاني استقبل في المقر البباوي بالقاهرة يوم الثلاث اللي فات بالليل نيافة الحبر الجليل الأنبا سرابيون مطران إبرشيت لوس أنجلوس وجنوب كاليفورنيا وهاواي بالولايات المتحدة الأمريكية لمناقشة موضوعات رعوية تخص الخدمة في الإبرشية. ومن ناحية تانية استقبل قداسة البابا تودروس الثاني في المقر البباوي بالقاهرة يوم الثلاث اللي فات نيافة الحبر الجليل الأنبا بيتر أسقف إبرشيت نورس وساوث كارولينا وكنتاكي واللي خد مشورة قداسة البابا في عدد من الملفات اللي تخص الخدمة في الإبرشية. قداسة البابا تودروس الثاني قابل في المقر الباباوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون امبارح نيافة الحبر الجليل الأنبا بولس أسقف إبرشيت أوتاوا ومونتريال وشرق كندا. وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الملفات الرعوية الخاصة بخدمة الإبرشية. وعلى جانب تاني استقبل قداسة البابا تودروس الثاني امبارح في المقر الباباوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون نيافة الحبر الجليل الأنبا مارك أسقف إبرشيت باريس وشمال فرنسا لعرض بعض الموضوعات الخاصة بخدمته في الإبرشية. كنايس زويلة الأثرية التابعة لكنايس وسط القاهرة احتفلت أول امبارح بعيد مجيء السيد المسيح لأرض مصر، وده كان بكنيسة القديسة العذراء مريم بحارة زويلة بحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا رافائيل الأسقف العام للقطاع وكهنة كنايس زويلة وعدد من الآباء الكهنة والشعب. وشهد الاحتفالية أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والآثار بن نيابة عن الوزير الدكتور خالد العناني. الاحتفال ده بيجي بمناسبة اكتشاف سهريج مياه جنب الكنيسة. متابعة. بالتزامن مع احتفاله بعيد دخول السيد المسيح أرض مصر وإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، أعلن مجمع كنائس زويلة الأثرية بحي الجمالية مساء يوم الحد الماضي عن الكشف الأثري الجديد اللي بيعتبر واحد من أهم الاكتشافات الدينية القبطية في القرن 21 أسفل الكنيسة، وهو عبارة عن صهريج مياه بيرجع للعصر الروماني سنة 30 قبل ميلاد السيد المسيح. وتم الاحتفال بحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة ونائب عن وزير السياحة والآثار وعدد من المسؤولين والآباء كهنة الكنيسة. حاجة عجيبة أن كان الكنز ده محدش داريان أنه هو موجود، معروف مساحيا أن فيه هنا فراغ لكن مش عارفين إيه اللي فيه. دير العذراء للراهبات عندهم في طاقة من فوق يبصوا فيها يشوفوا مية لكن مش عارفين إيه دي إيه ولا إيه عمقها ولا إيه، هل هي بير ولا هي إيه بالظبط مش عارفين، لغاية ما ربنا سمح أن يتم اكتشاف هذا الصهريج وتم تنظيفه، ولكن هو على قديمه يعني ما فيش أي نوع من الترميمات إلا يدوبك اتعمل سلم موفابل كده من الحديد علشان نقدر ننزل ونشوف المكان. فبنشكر ربنا إن إحنا في مكان فيه البركات ونشكر ربنا على الاكتشاف العظيم ده. كنيسة من محطات الرئيسية لزيارة العائلة المقدسة من المطرية جت لنا فينا في حارة زويلة ثم اتجهت على منطقة بابليون مصر القديمة. الكنيسة فيها مغارة وبئر أثري كمشهد طبيعي لزيارة العائلة المقدسة، وأضيف إليها هذا السريج الروماني. السريج اكتشفناه إزاي؟ بعد الرفع الدقيق للكنيسة تبين وجود فراغ مساحي، هذا الفراغ موجود في الجزء الغربي البحري للكنيسة، وكان يتم التوصل إليه عن طريق غرفة كانت تستخدم ككافيتيريا، والحوائط كانت مغطاة بطبقة من العلف الخشب وورق الألمونيوم. وما زالت الإعلانات أو الاكتشافات يعني بتظهر، الحمد لله أن ربنا بعت لنا هدية زي ديت كانت ممتلئة بالمية آلاف السنين، كنا هو لما يتشفط منها مية ما ترجعش، أكيد ربنا رايد يدي هدية للكنيسة والمصر كلها. كنيستنا من ضمن المسار بتاع العائلة المقدسة. اكتشاف الصهريج ده يأكد ويثبت بالأكتر أن هي كان تحت سطح الأرض بحوالي 8 متر، فكونوا 8 متر ده معناه حاجة قديمة جدا. والشكل بتاع الصهريج وجود مكان للمصب ومكان للسحب وسلم للتنظيف ده الحاجة اللي تميز الصهريج الروماني. فإذا نقدر نستنتج أنه هو من العصر الروماني،
والعصر الروماني يعني قبل مجيء العائلة المقدسة إلى أرض مصر. ضم الحفل عدد من الكلمات وقدم المهندس مينا إبراهيم المسؤول عن الكشف الأثري الجديد شرح تفصيل عن الصهريج وطريقة اكتشافه، واختتم الحفل بافتتاح الصهريج بشكل رسمي. الاكتشاف الأثري الجديد مش مجرد اكتشاف واحد من أقدم صهريج مصر، لكن اللي بيميزه هو وجوده في منطقة زويلة الأثرية اللي زارتها العائلة المقدسة وقت هروبها لمصر، واللي بالتأكيد بركت الصهريج واستخدمت ميته، وبعد كده تم إنشاء الكنيسة في القرن الرابع الميلادي بجوار الصهريج. كامل يوسف، سي تي في. القنص داود لمعي كاهن كنيسة القديس مير مرقس الرسول بمصر الجديدة ألقى عزة يوم الحد اللي فات عبر قناة أون، وده في إطار برنامج عزة الأحد الأسبوعية. وأشار القنص داود خلال العظة إلى أن الكنيسة بتحتفل بالحد السادس بعد عيد القيامة، وركز على قول الرب يسوع: إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تأخذوا ليكن فرحكم كاملا. وبعد كده تأمل في عدد من الرسائل الروحية المتعلقة بالفرح السماوي الكامل. صورة غلاف العدد الجديد من مجلة الكرازة حملت صورة تذكارية لقداسة البابا تودروس الثاني أثناء استقباله للرئيس البولندي والسيدة زوجته بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. المجلة تضمنت عدد من المقالات، منها المقال الافتتاحي لقداسة البابا تودروس الثاني وعنوانه المسؤولية الأسقفية الجزء الأول، ومقال نصرة القيامة لنيافة الأنبا باخوميوس، ومقال إنسان شريف الجنس لنيافة الأنبا فلوباتير، ومقال زهرات المسيح أثبتت أهمية الخدمة لنيافة الأنبا تاكلا. بعد الفاصل مشاهدين هقابل حضراتكم وأخبار الكنيسة في الصحافة، فخليكم معنا. برحب بحضراتكم مشاهدينا وأخبار الكنيسة في الصحافة، واللي هنبدأها من موقع جريدة وطني تحت عنوان المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية ينظم دورات تدريبية جديدة. إدارة المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية أعلنت فتح باب التسجيل الإلكتروني لعدد من الدورات التدريبية المتخصصة في علوم الإدارة الكنسية والتنمية، وبتشمل الدورات المتخصصة التالية: الكنيسة والتطوير المؤسسي، والإدارة الاستراتيجية للخدمات الكنسية، والكنيسة وإدارة التغيير، والكنيسة والتواصل الرقمي، والكنيسة وإدارة الأزمات، وأخيرا الإدارة المالية لغير الماليين وغيرها. ونقرأ أيضا من موقع جريدة وطني تحت عنوان كنيسة الأنبا إبراهام بزين العابدين تقيم نهضة روحية بمناسبة عيد نياحة شفاعها. كنيسة القديس العظيم الأنبا إبراهام بشارع زين العابدين بمحرم بيه بتعمل نهضة روحية بمناسبة عيد نياحة القديس العظيم الأنبا إبراهام شفيع الكنيسة، وده بصلوات قداسة البابا تودروس الثاني وحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا هرمينا أسقف عام كنايس شرق اسكندرية خلال الفترة من 3 يونيو لغاية 10 يونيو 2022. وبتتعمل القداسات الإلهية الصبح والعشيات والعظات بالليل بحضور الأباء الكهنة، وبتتختم النهضة بعشية ليلة العيد النهاردة الخميس 9 يونيو وقداس عيد القديس بكرة الجمعة. مشاهدينا دي كانت أهم أخبارنا، أفكر حضراتكم مرة تانية بأهم العناوين. رسامة 10 أسقفة جدد بيد قداسة البابا. الكنيسة القبطية تهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتخاب الشعب لفخامته. كنائس زويلة تحتفل بعيد دخول السيد المسيح لأرض مصر.
شكرا لكم مشاهدينا على حسن متابعتكم، اقابلكم الخميس الجاي في حلقه جديده من نبض الكرازه. اشوفكم على خير.